بمشاركة أكثر من 100 شركة وبرعاية إعلامية من مجموعة مسقط للإعلام، افتتح معالي وزير النقل والاتصالات الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي معرض الاتصالات وتقنية المعلومات كوميكس، والذي يمتد من 12 إلى 16 من أبريل الجاري. معالي وزير النقل والاتصالات أكد خلال تصريحه لوسائل الإعلام على هامش الافتتاح على مضي السلطنة قدماً في مجال التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية. الحمد لله أيضاً السلطنة هنا الآن يعني قطعت شوطاً كبيراً في تطوير الاتصالات وتقنية المعلومات، فأصبحت كما ذكرت البنية الأساسية في قطاع تقنية المعلومات من ناحية الشبكات، من ناحية الأمن، من ناحية التشريعات والقوانين في وضع جيد ومناسب وقوي ولله الحمد. وأيضا مستمرين في تطوير الخدمات الحكومية في الوزارات، دشنت العديد منها في السنتين الماضيتين، مثل استثمر بسهولة، مثل البيان الجمركي والخدمات الأخرى. مستمرين في تطوير هذه الخدمات، هذه السنة سيكون هناك إن شاء الله تطوير في قطاع القوى العاملة وفي قطاع أيضا الخدمات البلدية بإذن الله. وتزامناً مع انطلاق أعمال المعرض، دشنت مجموعة مسقط للإعلام الراعي الإعلامي تطبيق علوم الشاشة الخاص بجهاز أبل تي في، الذي يقدم التقارير والفيديوهات التي تنتجها الشبيبة بشكل يومي وبطريقة سهلة ومريحة، مع وجود تبويب لأكثر الفيديوهات مشاهدة. وبإمكان زوار معرض كوميكس تجربة التطبيق بأنفسهم من خلال زيارة ركن مجموعة مسقط للإعلام.